يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة يأخذها بيضاء نقية فليكثر من الاستغفار. فليكثر من الاستغفار، أكثر، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله دائما دائما في كل وقت، في السيارة، في البيت، وأنت على السرير، وأنت جالس على الكرسي، وأنت في العمل، وأنت في المسجد، حاول أن يكون لسانك رطبا بالاستغفار. إذا استحضرت بأنك واقع في المعصية والتقصير ستستشعر طعم الاستغفار، تقول أستغفر الله، يعني أطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل.